حماس تقترح هدنة من ثلاث مراحل تشمل إنهاء الحصار وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى والمحتجزين، ومصر تؤكد مواصلة جهودها للتوصل للاتفاق. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل برفض 22 طلباً لتوصيل المساعدات لشمال غزة، وحماس ترفض اتهامات الاحتلال بمسؤولية مصر عن منع دخول المساعدات للقطاع. مجدداً، قوات الحوثي تهجم ناقلة بضائع يونانية جنوب البحر الأحمر تسفر عن وقوع أضرار. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج. وخلال برقيته أعرب وزير الدفاع عن أمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة وأن يعيد ذكرى الإسراء والمعراج على الوطن وشعبه بكل الخير واليمن والبركات. كما أكد وزير الدفاع تمسك رجال القوات المسلحة بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التي تركها فينا نبي الأمة في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس السيسي بهذه المناسبة. هذا وقد أصدر وزير الدفاع توجيها لتهنئة قادة وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربية. كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا بنفس المناسبة. كما هنأ وزير الدفاع ورئيس الأركان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج. أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بأن القاهرة تسلمت رد حركة حماس على الاقتراح أو الإطار المقترح لاتفاق تهدئة بقطاع غزة. وأكد رشوان أن مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، بما في هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها للتواصل في أقرب وقت للاتفاق بينهما حول صيغته النهائية. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر قد طرحت منذ فترة قريبة إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، يتم بموجبه تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين على مراحل وتكثيف الدعم الإنساني للأشقاء في قطاع غزة. هذا وأفادت مسودة اطلعت عليها رويترز بأن حركة حماس اقترحت خطة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل من 3 مراحل، مدة كل مرحلة منها 45 يوما. تتضمن الخطط مبادلة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بالأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وتبادل الجثث والرفات.
24 يوما بعد المئة، وما زال الشعب الفلسطيني في انتظار بارقة أمل تضمد جراحه وتمنحه يوما جديدا لحياة بلا فقد أو تهجير. من أجل تلك اللحظة طرحت مصر إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف إطلاق النار وتكثيف الدعم الإنساني للأشقاء العزل، ومن ثم إعادة الاستقرار والسلام للمنطقة. الإطار المقترح وافق عليه الجانب الإسرائيلي، وردت عليه حركة حماس بمسودة وثيقة تتضمن مقترحاً لتفاصيل الهدنة. فبحسب المسودة والتي نشرت وكالة رويترز للأنباء بعض تفاصيلها، طالبت حركة حماس بتنفيذ الهدنة على 3 مراحل. وفي هذا الإطار تمتد المرحلة الأولى لنحو 45 يوماً لتبادل الأسرى والإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين لديها من غير العسكريين وتسليم المساعدات، على أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية. كما اقترحت حماس إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في تلك المرحلة لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام بالقطاع. أما في المرحلة الثانية بحسب المسودة، فاقترحت حماس أن يتم فيها إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، على أن تتضمن المرحلة الثالثة تبادل الرفات والجثث خلال هدنة أخرى مدتها 45 يوماً، وإلى أن يتفق الطرفان من جديد وتنطفئ نار العدوان. تواصل مصر جهودها الكثيفة على مدار الساعة من أجل الحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة حتى تعود الأرض لأصحابها وينتصر الحق ولو بعد حين. صرحت هيئة البث العام الإسرائيلية كان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين مراحل تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس. ولم يتشاور نتنياهو بشكل مسبق مع أعضاء حكومة الطوارئ الذين علموا بذلك بعد أن صادق نتنياهو على وقف إطلاق النار بين مراحل الصفقة، حسب ما قال مسؤولون إسرائيليون مطلعون على مداولات حكومة الطوارئ. لكن مكتب نتنياهو عقب على تقرير الهيئة بقوله أن تعليمات رئيس الحكومة لرئيس الموساد دائما هي اطلاع جميع الأعضاء كابينت الحرب والحصول على مواقفهم.
لمزيد من المتابعة والتحليل والقراءة في الوضع الفلسطيني ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. بداية وبعد التحية أستاذ جميل، جهود حثيثة بذلتها مصر وما زالت تبذلها من أجل التوصل لاتفاق ينهي بالطبع معاناة الشعب الفلسطيني، كيف قرأت تلك الجهود المصرية في ضوء آخر ما توصل إليه كل من حماس وإسرائيل بشأن الهدنة الجديدة؟ هو طبعا الدور المصري دور معروف جدا منذ بداية الأزمة، من يوم 7 أكتوبر حتى اليوم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل كل الجهد وكل الإمكانيات للدولة المصرية من أجل الوصول إلى هدنة ومن أجل وقف إطلاق النار ومن أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة. طبعا الدور المصري دور معروف ودور كان مهم جدا على كافة المستويات، المستويات السياسية والدبلوماسية، وده جاء من خلال طبعا لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بقيادات العالم ككل والدول الكبرى، وأيضا المستوى الدبلوماسي من خلال طبعا لقاءات وزير الخارجية في العديد من دول العالم. طبعا احنا شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال هذه الفترة أن يغير وجهة نظر العالم أمام ما يحدث في قطاع غزة، من أنه دفاع عن النفس كما أعلنت إسرائيل من قبل إلى أنه عدوان غاشم على قطاع غزة، محاولة تصفية القضية الفلسطينية بشكل بالقوة، ومحاولة أيضا تهجير المواطنين من قطاع غزة. هو ده كان، وكان في خطوط حمراء وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان من قبل كان هناك هدنة إنسانية من أجل تبادل الأسرى، وكان مصر ليها هي الدور الأكبر في الوصول إلى هذه الهدنة. وطبعا احنا شايفين كان في إشراف مصري في نقل الأسرى الإسرائيليين إلى إسرائيل، وطبعا مصر مستمرة منذ ذلك الوقت حتى اليوم في الوصول إلى هدنة جديدة، وهو ده اللي وصلنا ليه في الوقت الحالي. المحاولات المستمرة من جانب الدولة المصرية لتنفيذ هذه الهدنة، محاولات مستمرة بشكل كبير من خلال لقاءات طبعا الرئيس عبد الفتاح. إذن الأمور أستاذ جميل تتجه إلى العودة مرة أخرى إلى المفاوضات أو طاولة المفاوضات وعودة أهالي فلسطين إلى منازلهم؟ هو بالطبع في الوقت الحالي العودة إلى المفاوضات، وهو ده اللي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة حتى اليوم، إن هو يجب وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات مرة أخرى، لأن ما يحدث في الوقت الحالي هو محاولة لإبادة جماعية لأهالي قطاع غزة. احنا لو نظرنا على الجانب الآخر فيما أو الأهداف اللي دخلت إسرائيل ليها الحرب، الأهداف اللي كانت المعلنة أولا القضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، والهدف الثاني هو تحرير جميع الأسرى. لم تحقق إسرائيل أي من الهدفين خلال الفترة الماضية منذ يوم 7 أكتوبر حتى اليوم. كان في هدف طبعا غير معلن اللي هو محاولة تصفية القضية الفلسطينية، وده اللي رفضته بشكل كبير جدا الدولة المصرية، وأيضا محاولات التهجير القسري ده اللي تم رفضه بشكل كبير من الدولة المصرية ووضع خطوط حمراء. إذا العودة مرة أخرى إلى المفاوضات. نعم، وبالتالي يعود يعني أهل فلسطين إلى منازلهم وتعود الحقوق إلى أصحابها. شكرا جزيلا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أهلا بكم من جديد، ونتابع مع حضراتكم تطورات القضية الفلسطينية. أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين
قد التقى اليوم في القدس المحتلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنهما أجريا مباحثات طويلة ومعمقة. هذا ومن المقرر أن يبحث بلينكين اليوم مع القادة الإسرائيليين محاولة التوصل إلى هدنة جديدة. كان بلينكين قد زار كل من مصر والسعودية وقطر في إطار جولته الخامسة بالشرق الأوسط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث بحثا التوصل لهدنة في القطاع وتأمين إطلاق سراح المحتجزين. كشفت صحيفة إسرائيل هايوم عن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين طلب من الحكومة الإسرائيلية سمح له بعقد لقاء على انفراد مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي دون حضور أعضاء حكومة الطوارئ، لكن طلبه قبل بالرفض. واعتبرت صحيفة إسرائيل هايوم طلب بلينكين بالاجتماع منفردا مع رئيس الأركان بالاستثنائي وغير الاعتيادي. وكان بلينكين قد وصل إسرائيل في إطار جولة له فهي الخامسة في المنطقة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة. Immediately, as it said it would, investigate, that it hold people accountable as necessary, and that it review its procedures. I had a very good conversation with Secretary General of the United Nations, Guterres, last week when we were first made aware of these allegations. أعلنت الخارجية السعودية أنها أبلغت الإدارة الأمريكية موقفها الثابت بأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وذكرت الخارجية السعودية أنها أصدرت بيانها في ضوء ما ورد على لسان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للتأكيد على أن موقف السعودية كان ولا يزال ثابتا تجاه القضية الفلسطينية. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أهمية حشد الحشود أو الجهود التنموية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لدعم قطاع غزة وتكثيف العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي. وأشار أبو الغيط إلى الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة العربية نتيجة الجرائم الإسرائيلية الفظيعة في قطاع غزة والتي تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، داعيا إلى ضرورة العمل بشكل فوري لوقف تلك المذابح. يا رب ادفع عنا يا رب. اظافرنا ان شاء الله غير نطلعهم من اراضينا غصب عنهم. احنا اصحاب هويه، اصحاب ارض، اصحاب وطن. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة وارتكاب العديد من المجازر بحق أهالي القطاع، وذلك لليوم 24 بعد 100 على التوالي. حيث أقدم جيش الاحتلال اليوم على نسف مباني سكنية في محيط مدرسة حياة التي تأوي نازحين في مخيم خان يونس جنوبي القطاع، كما استهدف محيط مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، واستهدفت الغارات أيضا منازل برفح ودير البلح بوسط القطاع وحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.
هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة راح ضحيتها 123 شهيدا و169 مصابا في 24 ساعة الماضية. كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى أكثر من 27700 شهيد وأكثر من 67000 مصاب. يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. كما ركز الاحتلال غاراته على مدينة رفح مستهدفا شمال مخيم الشابورة للاجئين وحي البرازيل. قصف جوي ومدفعي كثيف مستمر منذ 5 أشهر، كل هدفه هو المدنيين. هكذا يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ليحقق حتى الآن من أهدافه المعلنة ذلك الصفر الذي من مسافته تشتبك معهم الفصائل الفلسطينية فتحقق هي الأهداف. شمالاً وجنوباً مروراً بوسط القطاع تنسف مدفعية الاحتلال المباني السكنية والمستشفيات والأماكن التي تؤوي نازحين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. غارات الاحتلال الإسرائيلي ركزت في يومها 24 بعد المئة على مدينة رفح، تلك المدينة التي باتت تستضيف أكثر من نصف سكان القطاع بأكمله، كما استهدفت شمال مخيم الشابورة للاجئين وحي البرازيل. وفي خان يونس جنوب القطاع استشهد فلسطينيون جراء غارة شنها طيران الاحتلال على المدينة، واستشهد آخرون برصاص قناصة الاحتلال عند مدخل مدرسة بيت المقدس التي تؤوي نازحين بالقرب من مجمع ناصر الطبي، كما استهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة الحناوي بحي الأمل غرب المدينة، بينما استشهد فلسطينيون بنيران أطلقتها قوات الاحتلال باتجاه مدرسة حياة التابعة للأونروا في خان يونس. كما شن طيران الاحتلال غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع وحي تل الهوى في مدينة غزة، وأطلقت مدفعية الاحتلال قنابل مضيئة شرق مخيم جبلية شمال القطاع. جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد الإنسانية اعتادت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن ترتكبها بحق الفلسطينيين، ضاربة عرض الحائط بالقرارات الأممية وقرار المحكمة الدولية بتجنيب المدنيين ويلات الحرب. يواصل الآلاف من الفلسطينيين النزوح إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بسبب توسيع قوات الاحتلال عدوانها على المناطق التي وجهت الفلسطينيين بالنزوح إليها، حيث تستضيف مدينة رفح الفلسطينية وحدها أكثر من نصف عدد سكان القطاع بأكمله. هذا وأبدى عدد من الفلسطينيين تخوفهم من استمرار استهداف رفح، مشيرين إلى اكتظاظها بالنازحين دون وجود مقاومات للحياة. من دون مأوى بارد ونكبه، وحتى غير آمنة كمان للحياة، غير آمنة. أولادنا في الليل بخافوا، وهينا لو بدنا نطلع من رفح إحنا مش عارفين وين نروح ولا عارفين مصيرنا ولا مصير أولادنا. خايف على نفسه، على أطفاله، وعلى بيته، على حاله، مشتتين هينا إحنا في الخيام يعني، ومش عارفين وين نروح. يعني معناته الحين وين بدنا نروح؟ ما ضلش في حياة غير نموت هنا في بلادنا، أحسن من ما نروح هيكد ولا هيكد. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن نحو نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروف جوع كارثية. ويتكدس النازحون الفلسطينيون في خيام بمناطق أكثر ضيقاً بالقطاع الساحلي الصغير، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض التي يتعرض لها الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. يعني لسه نعيش حياتنا، نحن قد كل حياة الناس تتطور بتعيش حياتها، احنا قاعدين بنرجع ولا صحن طبيخ ولا خبز. ظروف قاسية وأوضاع صعبة في ظل نقص الاحتياجات الأساسية والماء والغذاء وتخوفات من انتشار الأمراض. الموت حصل لنا من هالعيشة هذه اللي احنا عايشين. واقع أليم يعايشه الفلسطينيون تحت ويلات العدوان الإسرائيلي على غزة.
ايش ذنبنا؟ ايش ذنب اطفالنا ونسائنا واولادنا وشبابنا؟ ايش ذنبهم؟ نحو نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروف جوع كارثية، وافق برنامج الأغذية العالمي الذي اكد ان مستويات انعدام الامن الغذائي الحاد في القطاع لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث. وضع المدرسة سيء سيء، الوضع المعيشي سيء، الوضع كله ما فيش شيء ناكل، ما فيش نشرب، بروح انت شايف يعني بروح اذا كان معاه 5 2 شيخ بروح يشتري له حبه برتقال بسد عن الاكل شويه، بعدين طب كيف بده يعيش؟ معاناة الرضع والاطفال الصغار تزداد يوما بعد يوم، حيث يصعب العثور على الحفاضات وعلب حليب الاطفال او ترتفع اسعارها الى حد لا يمكن تحمله، كما ان النازحين الفلسطينيين باتوا يتكدسون في خيام بمناطق اكثر ضيقا بالقطاع الساحلي الصغير، مما يؤدي الى تفشي الامراض التي يتعرض لها الاطفال الذين يعانون سوء التغذيه. اقل ما فيها مأوى احسن من هيك، انت اليوم الشتاء عليك من فوق من الجنب من العريشه، يعني مش عارف ايش اقول لك، العريشه من فوق بتدلف عليك ميه، من تحت بتدلف ميه، على الارض ميه لاصه، بقول لك سببنا في الامراض للولاد الصغار، نزله معويه للولاد الصغار، سخونه، يعني امراض لا توصف. الأمر يزداد سوءا بسبب وصول المساعدات على فترات جراء القيود الإسرائيلية ومواصلة المتطرفين الإسرائيليين منع شاحنات المساعدات من الوصول إلى الفلسطينيين التي تمر عبر معبر كرم أبو سالم. ووفقا للأمم المتحدة فإن سكان غزة معرضون لخطر المجاعة الوشيكة، حيث يعاني ربعهم من الجوع بالفعل مع تواصل آلة القتل الإسرائيلية عملها في القطاع المحاصر. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن تضرر 84% من المرافق الصحية في غزة بسبب الهجمات. وحذرت الأونروا من انتشار مقلق للأمراض في قطاع غزة بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة. with his wife and 8 children. هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور قطاع غزة، خاصة محور خان يونس، حيث أعلنت حركة حماس تمكنها من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال متحصنة داخل منزل في منطقة غرب مدينة خان يونس. وأعلنت الفصائل إسقاط طائرة إسرائيلية من دون طيار من نوع كواد كابتر خلال تنفيذها مهام في سماء مخيم البريك. وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي جراء إصابته بفطريات خطيرة اخترقت أعضاء جسمه والتي نشأت من التربة داخل غزة. وإلى الضفة الغربية، حيث اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس شرق تل كرم بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن سلسلة انفجارات عنيفة واشتباكات مسلحة وقعت في محيط المخيم. وفي قرية برقة شمال غرب نابلس تم استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة محلية الصنع. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، قال إن ادعاءات إسرائيل بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة هي ادعاءات كاذبة. وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن هذه الأكاذيب تأتي في سياق حملة تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
قام عدد من ممثلي القنصليات العسكرية لسفارات دول أجنبية وعربية بجولة بمحافظة شمال سيناء للاطلاع على جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين. وشملت الجولة زيارة للجرحى والمصابين بمستشفى العريش العام والذين استقبلتهم مصر منذ بداية الأزمة، وأشاد الوفد بالجهود المصرية المبذولة في تجهيز كل هذه المساعدات الإنسانية فضلا عن الدور السياسي والإقليمي لمصر في حل هذه الأزمة. هبطت هذه الطائرة العسكرية في مطار العريش الدولي، والتي تحمل عددا من ممثلي القنصليات العسكرية لسفارات دول أجنبية وعربية في جولة بمحافظة شمال سيناء للاطلاع على جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وكان في استقبالهم محافظ شمال سيناء وقائد الجيش الثاني الميداني وعدد من المسؤولين، حيث شملت الجولة زيارة تفقدية لشاحنات المساعدات الإنسانية أمام بوابة معبر رفح البري التي لم تغلق يوما واحدا، وأيضا الاطلاع على جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب وتنمية سيناء والوقوف بجانب الدولة في تقديم كل أنواع الدعم للأشقاء الفلسطينيين من خلال هذا المعبر، بالإضافة لزيارة داخل مركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري، حيث أشاد الوفد بالجهود المصرية المبذولة في تجهيز كل هذه المساعدات الإنسانية فضلا عن الدور السياسي والإقليمي لمصر في حل هذه الأزمة. إنها لفرصة عظيمة أن نتواجد هنا وسط هؤلاء من يعملون بكل جد خلال 24 ساعة في كل يوم في الأسبوع، وهو مقدر جدا من جانبنا، وأتمنى أن تنتهي هذه الحرب قريبا وأن يعود الناس لحياتهم الطبيعية، وليس هنا فقط ولكن أيضا في المنطقة بأكملها مثل اليمن والسودان. مصر من أكبر دول المنطقة ونحن فخورون بخدمتنا هنا، وبالطبع هذا يعود للقيادة الرشيدة لديكم. على الجميع أن يجلسوا معا للتفاوض من أجل السلام، فالسلام هو الأهم للجميع. سعداء بهذه الزيارة لعدد من الملحقين الدبلوماسيين للسفارات في مصر، المدنيين والعسكريين. ذهبنا للمطار والمعبر وهنا في المخزن اللوجستي، ومن المهم لنا أن نفهم ونرى، ومن الجيد أننا رأينا هذه المجهودات كلها، ونتمنى أن تحل المشاكل القائمة حتى الآن. وقد رأينا حجم الشاحنات المصطفى على مدار الطريق، ورأينا ما تمر به من مراحل الإكس راي والتفتيش، لذلك من المهم الضغط من أجل دخول هذه المساعدات في أقرب وقت. أعتقد أن كل الدول تسعى لوقف إطلاق النار ووصول المساعدات. الجولة شملت زيارة للجرحى والمصابين بمستشفى العريش العام والذين استقبلتهم مصر منذ بداية الأزمة، واطلع الوفد على الجهود والخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى لهم والتي أشاد بها المصابون الفلسطينيون، مؤكدين على أن مصر لم تتركهم منذ اللحظة الأولى للتخفيف عن أوجاعهم، فكانت عونا وسندا لأشقائها. كنا مصابين في عند الهلال، عند مستشفى الهلال، نزل علينا صاروخ، في شهداء منا وفي إصابات أنا وولادي، والحمد لله رحنا على مستشفى ناصر الطبي وقعدنا هناك 20 يوم. بعد هيك عدوا علينا اليهود، نزلوا علينا وطلعونا، وطلعنا بالليل وأجينا عملنا يعني تحويلة كانوا عاملين لي، وأجينا على العريش، على مصر على العريش، والحمد لله شعب المصري حضننا والحمد لله يعني ما قصروش معانا، وبارك الله فيهم وجزاهم ربنا كل خير. الحرب لما إجا طبعا دمرت كل حاجة بغزة، بطل إلها حياة هناك، ولما إجينا على مصر طبعا الله الحمد لله يعني تقدم لها الرعاية كاملة كاملة كاملة، وقاعدة على الأكسجين وتمام، وأنا عارفة لو في زراعة رئتين في مصر كان عملولها، بس هي محتاجة برا. أنا إصابتي كانت 31/10، وصحيت ولقيت البيت بينزل علينا، ابني وبنتي استشهدوا، والحمد لله على كل حال، حسبنا الله وانت نعم الوكيل فيهم. ولادي راحوا وما ضلش معي إلا هذا الصغير، وعنينا لما وصلنا هنا وإجينا على أهل مصر، كلهم
بركة وخير وطيبين كتير يعني والحمد لله. زيارة هامة أكدت حرص مصر على تنسيق مهام وعمل الدول المختلفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ولتكون مصر نافذة العدل التي ينطلق من خلالها كل المبادرات الداعمة لإنهاء الحصار على الشعب الفلسطيني، وتأكيدا على قوة مصر العسكرية والسياسية في احتواء الأزمة ورفض مخطط التهجير والدفاع عن أمنها القومي. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استقبلت محافظة شمال سيناء العديد من الوفود الدولية والإقليمية لمطالبة المجتمع الدولي بألا يبقى صامتا أمام المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين. ووسط كل هذه الأصوات يظل الصوت المصري هو الأقوى والأكبر بشواهد إنسانية وسياسية لدعمه للأشقاء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. محمود جميل، التلفزيون المصري. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت 22 طلبا قدمه خلال الشهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في وادي غزة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع. وأضاف مكتب الأمم المتحدة أنه لم يتلقى أي رد بخصوص تلك الطلبات، وحذرت الأمم المتحدة سابقا من أن 2.2 من 10 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في قطاع غزة الواقع تحت عدوان وحشي. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريج أكد أن إسرائيل تواصل عرقلة وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن 10 عمليات مساعدات فقط قد وصلت شمال القطاع من أصل 61 عملية في الشهر الماضي. With a final report expected to be completed by late April. The final report will be made. قامت رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر بزيارة إلى محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم تنسيق جهود الدعم الإنساني للمدنيين في قطاع غزة. في الأثناء يواصل معبر رفح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية نتواجد معكم الآن من أمام معبر رفح البري لمتابعة الزيارة التي تقوم بها رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر كيت فوربس في أول زيارة لها في منطقة الشرق الأوسط والتي بدأت من مصر. الزيارة بدأت اليوم بداية من مطار العريش، ثم توجهت بعد ذلك إلى تفقد مركز الخدمات اللوجستية التابع لجمعية الهلال الأحمر المصري، واستمعت إلى شرح مفصل حول الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري وتخزين المساعدات التي يعني تأتي من جميع المنافذ سواء كانت برية وبحرية أو جوية تمهيدا لدخولها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ثم بعد ذلك توجهت إلى معبر رفح البري لمتابعة عمليات سير دخول الشاحنات من المعبر، ثم بعد ذلك إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة تمهيدا لدخولها إلى المدنيين في قطاع غزة. نتحدث عن زيارة في غاية الأهمية لأنها تأتي في يعني توقيت هام للغاية، تأتي في حصار دام لأربعة أشهر لفلسطينيين في قطاع غزة وذلك جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا نتحدث عن توقيت في غاية الخطورة لأنها تأتي في وقت أيضا يعني تعليق عمل منظمة أونروا في قطاع غزة، هذه المنظمة الإنسانية والإغاثية الكبيرة والتي يتنفس من خلالها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ما بين طبعا توفير ملاجئ وتوفير مخيمات وغيرها من الخدمات الإنسانية والخدمات المعيشية للمدنيين في هذا القطاع. إذن هي زيارة تأتي أيضا في إطار دعم وتنسيق الجهود الإنسانية لمتضرري الحرب في قطاع غزة. هذا فيما يخص الزيارة التي قامت بها رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر. نتحدث أيضا اليوم عن عدد الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح البري، نتحدث عن 83 شاحنة دخلت عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة، 63 أو 60 منهم عبر معبر كرم أبو سالم،
و23 عبر معبر العوجة، 13 منهم خاصة بسيارات الإسعاف، وخمس سيارات أخرى أو خمس شاحنات أخرى خاصة بالسولار والبنزين والمواد البترولية وغيرها. إذن اليوم كان هناك يعني زخم يعني كبير فيما يخص المساعدات الإنسانية والزيارة التي قامت بها رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر. هذه الزيارة التي كما ذكرنا هي تأتي في إطار دعم الجهود الإغاثية والمعيشية لمتضرري الحرب في قطاع غزة. أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا مقتل 5 سوريين بينهم 3 مدنيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة حمص وسط سوريا. وأوضحت سانا نقلا عن مصادر عسكرية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي شنت هجمات بصواريخ باليستية مضادة للسفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وأوضحت القيادة المركزية أن قوات الحوثي حاولت ضرب ناقلة بضائع يونانية بينما كانت تعبر خليج عدن، مشيرة إلى أن ناقلة البضائع أبلغت عن أضرار طفيفة لكن دون إصابات وواصلت إبحارها. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على ضرورة العودة إلى الحوار وطاولة المفاوضات لبحث مستقبل التحالف العسكري الدولي. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد طلب برحيل التحالف الدولي معتبرا أن انتهاء مهمة هذه القوات الأجنبية ضرورة لأمن بلاده واستقرارها. وسط تصاعد حدة التوتر بين قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي وفصائل عراقية مسلحة مما أثار مخاوف من انعكاس ذلك على أمن واستقرار العراق، جددت بغداد مطالبها بانسحاب تلك القوات خاصة في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تلا ذلك من اتساع لنطاق الصراع ليشمل اليمن والعراق وسوريا. فبعدما طالب مرارا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برحيل التحالف الدولي معتبرا أن انتهاء مهمة هذه القوات الأجنبية ضرورة لأمن بلاده واستقرارها، قالت الخارجية العراقية إن الوزير فؤاد حسين أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة العودة إلى الحوار وطاولة المفاوضات لبحث مستقبل التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وكانت المحادثات بين البلدين قد بدأت في يناير الماضي إلا أنها توقفت بعد أقل من 24 ساعة من مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم بالأردن، قالت الولايات المتحدة إن فصائل مسلحة شنته. هجوم ردت عليه الولايات المتحدة بشن غارات جوية في كل من العراق وسوريا، واستهدفت خلاله أكثر من 85 هدفاً، وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 130 هجوماً ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 من أكتوبر الماضي، أي بعد 10 أيام فقط على اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة. ورداً على هذه الهجمات، نفذت واشنطن غارات عدة في العراق ضد عناصر وقادة جماعات مسلحة. هذا وتنشر واشنطن ما يقرب من 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ضمن تحالف دولي أنشئ في عام 2014. وفي نهاية عام 2021 أعلن العراق انتهاء المهمة القتالية للتحالف وتحولها إلى مهمة استشارية.
أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية التفجير الإرهابي الذي وقع في سوق شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت الخارجية في بيانها عن خالص تعازي مصر حكومة وشعبا وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في هذا الحادث المشين لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين. أعلنت الأرصاد الجوية الأمريكية تسجيل سقوط كميات قياسية من الأمطار على جنوب ولاية كاليفورنيا، وأتي ذلك بسبب عاصفة قوية قادمة من المحيط الهادي أسفرت عن سيول غمرت شوارع كاليفورنيا. تسببت عاصفة قادمة من المحيط الهادي هي ثاني عاصفة قوية تجتاح الساحل الغربي الأمريكي في أقل من أسبوع في هطول أمطار غزيرة على جنوب ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى سيول غمرت الشوارع وانهيارات طينية في أنحاء المنطقة. ظروف جوية قاسية تشمل فيضانات ورياح عاتية وعواصف شتوية اجتاحت أجزاء من كاليفورنيا وجنوب غرب ولاية أريزونا حيث يعيش نحو 35 مليون شخص. هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية وثقت سقوط كميات قياسية من الأمطار الناجمة عن العاصفة والتي اجتاحت شمال كاليفورنيا يوم الأحد مصحوبة برياح عاتية إلى جانب أمطار غزيرة اشتدت مع تحرك العاصفة جنوبا مساء الأحد وأمس الاثنين. الخبراء بهيئة الأرصاد الجوية الوطنية اعتبروا العاصفة الأخيرة واحدة من أقوى ثلاث عواصف بالمنطقة منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات. البيت الأبيض من جانبه قال إن الرئيس جو بايدن تحدث مع حاكم ولاية كاليفورنيا ورئيسة بلدية لوس أنجلوس وتعهد بتقديم مساعدات اتحادية للمناطق التي تضررت بشدة من العاصفة. إدارة شرطة لوس أنجلوس من جانبها أبلغت عن وقوع عشرات من حوادث الاصطدام المرورية أسفرت عن إصابات منذ بدء العاصفة، وهو عدد أكبر بكثير من المعتاد. هذا وأدت رياح بلغت سرعتها 121 كيلومترا في الساعة على مدى اليومين الماضيين لسقوط أشجار وخطوط كهرباء عبر منطقة خليج سان فرانسيسكو والساحل الأوسط في كاليفورنيا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 875 ألف منزل في ذروة العاصفة، كما لقي شخصان على الأقل حتفهما بسبب سقوط الأشجار. وقال المتحدث باسم مكتب خدمات الطوارئ التابع للحاكم إن فرق الإنقاذ انتشلت عشرات الأشخاص ونقلتهم إلى أماكن آمنة في أنحاء الولاية، معظمهم من سائقي السيارات المحاصرين بسبب ارتفاع مناسيب المياه عندما حاولوا القيادة على طرق غمرتها مياه الفيضانات. ألقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة افتراضيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى 33 لرؤساء الدول والحكومات والأعضاء بالآلية الإفريقية لمراجعة نظراء. وخلال الكلمة أكد مدبولي أن مصر أتمت بنجاح عملية المراجعة في عام 2020، كما حرصت في السنوات التالية على التنفيذ الجاد للتوصيات المرتبطة بها، استمرارا لجهود الدولة من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ومواصلة مسيرتها الوطنية للبناء والتنمية، مشيرا إلى أن تنفيذ برنامج العمل الوطني جاء خلال فترة شهدت انتشار جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية بما لهما من آثار على الاقتصاد والتجارة الدولية. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى التقرير المرحلي الذي تم عرضه في المنتدى والذي يعكس التقدم الذي أنجزته مصر في هذا الخصوص، وتناول بإيجاز أهم عناصره فيما يتعلق بمجال الحوكمة السياسية والمشاركة المجتمعية في بحث أولويات وقضايا العمل الوطني من خلال إطلاق مبادرة الحوار الوطني. كما استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دور المجتمع المدني، وكذلك جهود الدولة على الصعيد الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وفق منهج شامل.
عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورشة عمل تحت عنوان تحديات الاستثمار الوطني وفرص تصحيح الأوضاع الاقتصادية بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال البارزين. تناقش الورشة والتي تأتي ضمن سلسلة ندوات فيما يخص الشأن الاقتصادي عددا من المحاور الأساسية، على رأسها تحديات التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتأثير الأزمات الدولية على القطاع الصناعي المصري، فضلا الوضع الراهن للاقتصاد الوطني. الظروف الاقتصادية العالمية من جائحة كورونا للحرب في أوروبا انتهاء بالظروف اللي حاصلة في المنطقة أثرت بشكل سلبي على الأداء الاقتصادي. لازم تتكاتف الجهود ما بين الدولة ما بين الأجهزة التنفيذية ما بين القطاع الخاص عشان نفكر كلنا مع بعض في المشاكل ونشوف إيه الحلول اللي نقدر نتحرك فيها بسرعة، حلول تنفيذية تساعدنا كلنا ان احنا نطلع من هذا الوضع الضاغط. أزمة النقد الأجنبي وأزمات أخرى كبيرة بتقابلنا، لكن هي في حلول والحلول قادمة لا محالة وقادمة وبوقت سريع جدا. أنا متفائل جدا وعندي ثقة كاملة على قدرة الاقتصاد على التعافي والتعافي السريع، لكن هي الندوات وورش العمل اللي بنفكر فيها مع بعض ونحط بشكل واضح وبشفافية المشاكل وحلولها هي إيه، هي اللي هتساعدنا كلنا إن احنا بأسرع وقت إن شاء الله نرجع للمسار السريع. وختم هذه النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها. حماس تقترح هدنة من 3 مراحل تشمل إنهاء الحصار وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى والمحتجزين، ومصر تؤكد مواصلة جهودها للتوصل لاتفاق. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل برفض 22 طلبا لتوصيل المساعدات لشمال غزة، وحماس ترفض اتهامات الاحتلال بمسؤولية مصر عن منع دخول المساعدات للقطاع. مجددا، قوات الحوثي تهاجم ناقلة بضائع يونانية جنوب البحر الأحمر تسفر عن وقوع أضرار. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.